تأكيدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤوم بشأن القدس، وردا لزيارة نائبه مايك بنس للمنطقة، عم الإضراب الشامل محافظة قلقيلية، وذلك استجابة لدعوة حركة فتح وفصائل العمل الوطني بتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية. رسالة حركة فتح والقوى الوطنية في هذا الإضراب هو من أجل إيصال رسائل لكل العالم بأن جميع فئات الشعب الفلسطيني تقف ضد قرار ترامب وضد زيارة نائبه الذي يحاول باستمرار هو وفريق الإدارة الأمريكية، باعتبار أن فلسطين والقضية الفلسطينية هي شأن أمريكي. التزام تام بالإضراب عبرت عنه شرائح وقطاعات المحافظة كافة في مشهد يعكس مدى سخط الشارع الفلسطيني على الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال ومخالفة واشنطن لكافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. هذا الالتزام بالإضراب العام هو تعبير حقيقي عن موقف الشعب خلف قيادته الرافض للسياسة الأمريكية وللإجراء الأمريكي الأخير باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل. نحن نقول من هنا من قلقيلية المغلقة وكافة مدن الضفة الغربية على بنس أن يرحل وعلى ترامب أن يرحل، ولن نسمح إطلاقا بأن يكون وعد ترامب كما وعد بلفور. طبعا هذه الخطوة، خطوة الإضراب، هي دعت إلها القوى الوطنية والإسلامية للاحتجاج على زيارة نائب رئيس الرئيس الأمريكي، لأنه إحنا الشعب الفلسطيني شعب مضطهد ومحتل من 48، وسببه أمريكا. طبعا هذا الإشي هو بعبر عن احتجاج، وإحنا مع إنه بعبر عن احتجاج الشعب ضد السياسة الأمريكية في المنطقة. الالتزام بهذا الإضراب يعكس الانسجام التام بين شعبنا وقيادته برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، الذي يواصل حراكه على مختلف الأصعدة لإبطال إعلان ترامب المشؤوم وتحقيق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. إن هذا الالتزام التام بالإضراب دليل واضح على التفاف المواطنين حول خيار المقاومة الشعبية كسبيل لتحرير الأرض. من قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.